الحج أشهر معلومات. ينطلق إلى عرفة فيقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة إن تيسر له ذلك، وإلا فعرف كلها موقف. انتبه، فعرف كلها موقف، يعني أي مكان في عرفة أنت إيش وقفت عرفة. طب ظليتك في الباص برضو دخلت عرفة، بدك تخرج من الخلاف انزلت على الأقدام، مع انه الخلاف يعني ضعيف برضو انزل لك شوي على رجليك، لانه في ناس ما في مكان يقعد فيه في عرفات، واذا مشي في الطرقات راح تضرب الشمس. فشو الصواب؟ الصواب بده يظل في الحافلة مع هالمكيفات. هذا اذا صح لك، لان هاي برضو بدها دفع، وبدك تنزل تحت على الاقدام في اي مكان انت اصبت عرفة. طب وين السنة تذهب في عرفات؟ تذهب إلى جبل يسمى جبل الرحمة، والسنة لا تصعد الجبل، بتلاقيهم قاعدين بتسلقوا الجبل، مع أنه السنة تظلك وين؟ في الأسفل، وتدعو الله وتستقبل القبلة. طبعا يا جماعة احنا بنحكي كلام نظري، لأنه وصلنا عرفات وصلينا في المسجد ودخلنا نمرة ورجعنا لعورنا، بس كان منتي العورنا بوقتها، بعدين دخلنا عرفات، جيت لمجموعة من طلبة العلم والمشايخ، يلا يا جماعة نطبق السنة. قال شو السنة؟ قلت لهم نذهب إلى جبل الرحمة وندعو الله أسفل الجبل. قال لا والله هاي السنة ما بنقدر. رح تجد كثير من الناس يهرب من السنن. انت نظري بتحكي، بس انك تصل هناك وعرف ماذا تتصف، انها دائرية. يعني ايش دائرية؟ يعني اذا تهت ولفيت بترجع وين؟ مكانك. 18 كيلو بتمشيهن وانت بترجع وين؟ مكانك. بدك تنتبه وبسهولة. هذول ما أقول غلطانين، قديش؟ 20,000 غلطانين، 20,000 هم ملايين. طيب إذا الآن طبعا في الجوجل، وما الجوجل راح يسهل عليك بإذن الله، وبالتالي بس الشبكة أحيانا بتكون ضعيفة من شدة الازدحام وكثرة المستخدمين، فعندها تمشي إلى جبل الرحمة وتدعو الله أسفل الجبل. ويا جماعة أنا أذكر الدعاء الذي دعوته في ذاك المكان استجاب الله لي. مكان أحلى ما فيه، ما حدا بيعرفك، ما حدا بيعرفك، شو أمم ملايين، يعني هذول المرضوش يروحوا الكيس قدامي إيش؟ مليونين، يعني 3 ملايين ما راحوش، لكن مليونين ما راحوا، كان 5 مليون أيام الحج. فهناك الدعاء، والحلو فيه إنه اللي حواليك ما بتفرج على واحد إلا بيبكي، دعاء وقلب منكسر لله ومتوجه إلى الله. هاي الساعة أنت بتقدر تضيعها. أي والله لذتها لهسه في لساني، لذة الحج. ما بدك تطبق السنة حتى تدخل لذة الحج، راح تجد مليون طالب علم يقول لك بديش، ملكش فيه، لأنه السنة عندك 20 مليون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا جبل الرحمة، السنة تكون تحت وتدعو الله وتستقبل القبلة وترفع يديك.